شيماء دايما لما نعمل سيرش على اسم شيماء ناجي نشوف اغاني للست. حلو. واسمك مرتبط باغاني الست ودي حاجه مش سهله. اكيد. لما تيجي تقدمي اغاني باسم شيماء ناجي. حلو. وانت ليكي البوم بينزل منه سينجلز بقالنا فتره. اوكي. عايزه اعرف بقى حضرتي ازاي للالبوم والمرحله بقى انك بتنتقلي من ان الناس عارفه شيماء ناجي اللي بتغني للست ام كلثوم لشيماء ناجي اللي هتقدم اغاني باسمها. بصي يعني انا لو هقول لك انا قد ايه مرعوبه للخطوه دي، هي بالنسبه لي نقله حضاريه، بس هي نقله لازم تبقى موجوده. اشتغلت على الالبوم ده سنتين، انا بشتغل في الالبوم بقالي سنتين. طبعا جوزي بعد ذا فويس قرر فجاه يفتح لي شركه انتاج. يعني مش انا اللي موجوده بس فيها، بس هو اوريدي فيها مواهب بالعكس ثانيه شابه زيي ويمكن احسن مني كمان، يعني بقول له بالتوفيق وجود لك. تعب كتير في ان انا بختار الحان وكلام وحاجات تليق عليا وحاجات ما تليقش عليا واجرب واسمع. ما فيش تقريبا حد في مصر من ملحن ولا شاعر ولا موزع انا بشكرهم. انا مش قادره اقول لك، يعني عايزه اشكر مصر كلها لان كل الناس كانت بتبعت لي اغاني وتبعت له اغاني. تعبت بجد سنتين. انا سعيده ان هو متعاون معاكي بالشكل جداً ده، يعني واضح ان هو مقتنع بقد ايه الموهبه دي تستحق انه يدعمها ويطلعها للنور ويشتغل كمان على البوم خاص بيكي. ده موضوع تاني. ده انا اللي بشكره، يعني بصي انا عارفه ان الحاجات دي بتبقى قليله جدا قله يعني، بس انا اللي بشكره. وانا بشكره ان انا حتى لو فضلت قاعده في البيت شويه وهو فجاه قرر يعمل لي كل الحاجات دي. ف ربنا يخليه ليا الاول. ربنا يخليكم لبعض. كل سنه وانت طيب. وبجد هو تعب، يعني بقى بتتكلمي في الشغل، هو تعب في انه يسمع الحان كتير ونقعد نفلتر الالحان دي في ان ايه يليق عليا ايه ما يليقش، ايه اللي ممكن الناس تتقبله ايه لا. وانا عايزه اقول لك ان انا كانت هو بيحب المزيكا، يعني هو ولا الموضوع هو حب خاص ليكي فهو بيحاول يدور على. هقول لك بقى الفكره جت عنده ان هو اصلا يعني هو الهوايه عنده الاساسيه الشعر، هو اساسا شاعر. وبالعكس هو كان عامل اغاني كتير قبل كده الاستاذ علي الحجار والحماده هلال، ناس موجوده في السوق. بس هو مش بيمتهنها. أوكي. يعني هو بالنسبه له هوايه اللي هي البونبونيه اللي بيحبها. فهو برضو قلبه رايح لسكه الفن دي حقيقه. لكن هو عنده شغله الخاص بيه، هو مستشار في القضاء يعني، فهو في حته تانية خالص. الله يكون في عونه.